بعد انتشار خبر اعتقال الشرطة الألمانية لمحمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي بمطار هامبورغ الدولي كالنار في الهشيم، خرج ابنه عن صمته ونفى الخبر، وأكد في اتصال هاتفي للأيام 24 أن الخبر لا أساس له من الصحة ويجانب الصواب. كلامه يكذب خبر الاعتقال، فكيف جاءت القصة؟ قيل إن محمد بودريقة وقع في قبضة الأمن بعدما كان في طريقه للقاء جوزيف زينبال مدرب فريق النسور الخضر. فكيف التقى بودريقة مع جوزيف؟ وهل حقا تسبب هذا الأخير في اعتقاله بعدما سافر بودريقة من الإمارات إلى ألمانيا بطلب من المدرب الألماني زينباور من أجل توقيع عقد جديد يضمن استمراره في تدريب الرجاء الرياضي لموسم أو لموسمين آخرين؟ وهنا نفتح الباب على سؤال عريض: من يملك مفتاح الحقيقة